هل فعلا ان السبب الاساسي ان هو مش عايزك تطلعي تعملي فيديوهات على التيك توك؟ حضرتك انا الصفحه بتاعتي دي من 2020. ايوه، من ساعه ما اتجوزتيه يعني؟ من قبل ما اتجوزه وعلى علم بيها، وكان بيبعت لي فيديوهات وببعت له فيديوهات. انا عمري ما شيرت لنفسي فيديو على التيك توك على العام. بعمل فيديوهات خاصه بشيرها على الواتس ليا ولاخواتي ولاصحابي، اخواتي البنات. ايوه، هل هو كان معترض على الفيديوهات دي؟ لا، ما كانش في اي اعتراض، بس اول ما شيرت الفيديو بتاع التيك توك اللي هو بيكسر الموتور وكده، وبقيت حطاه فيديو مثبت على الصفحه، بقى كل ما اجي افتح لايف يخش يشتم. كل ما افتح لايف يخش يشتم. ايوه، انت بتقولي مش عايزه اظلمه، هو ما بيشربش مخدرات، ما هو بيعمل كده ليه؟ هو ايمن مش سوي نفسيا، بينفعل على طول. جه كسر لنا الشاشه، ضرب والدي بالسكينه في دماغه، ضربني بالسنجه قبل كده في دماغي ومسقطني، ضرب والدتي بالسنجه على دماغها، ضرب اختي بالسنجه في دراعها وكسر لها دراعها، كل ده بمحاضر بواقعات مثبته. مش ممكن يكون ما بياخدش حاجه. اتطلقتي طيب ولا لسه؟ في جلسه للمرافعه يوم 2/11، ما هي دي اللي كانت الجلسه بتاعتها ساعه القلبه اللي فاتت دي كلها. انا رجعت من المحكمه ساعه الموضوع بتاع الموتور ده، رجع داخل الشارع، ابن اختي معايا في التوك توك اللي هو لابس تيشيرت ابيض، طبعا اتزق في الفيديو حضرتك شايفاه. نزلت من التوك توك شفته جاي بيجري من على اول الشارع، فبفتح الباب بسرعه فلقيته دخل، راح زي ابن اختي وراح داخل، قعد يفتش على الموبايل على البطاقه على اي حاجه، راح قعد يضربني بالاقلام، جايبني من شعري من المدخل لنص الشارع، نزل على دماغي بالسكينه، هتبحك هتبحك، انت فاكره نفسك اللي انت هتحبسيني، هتبحك هتبحك. البلكونات قعدت تتفتح، قعدت ستات تصوت، بيدبحها طبعا، دمي قعد يطرطش وغرق في الدنيا. الرجاله واقفه في الشارع، ما فيش حد حتى قال له ايه اللي انت بتعمله ده. لما لقى الدنيا كلها من البلكونات بتتفرج من كتر الصوت، طلع يجري. والدتي راحت نازله، راحت واخداني في حضنها، وراحت اخويا جاي، طلع يجري، هو فين هو فين، انا همسكه هضربه وهسلمه. راح يبص عليه عند البيت ما لقاهوش، كان طبعا هرب. وطبعا فضل الموضوع اللي انا عايزه. انا بشكرك يا دينا جدا، بس انا يعني يا دنيا انا اسفه جدا، انا لازم افقد النطق من اللي انا بشوفه.